مرة جديدة منحييكم مشاهدينا، وإن شاء الله تكونوا عم تمضوا أوقات ممتعة ومفيدة برفد برنامج MTV Alive. قبل ما نتابع فقراتنا لليوم، خليني أذكركم شو ناطركم الليلة على شاشتنا. إذا قررتوا تمضوا السهرة برفقتنا حوالي الساعة 7 المساء، أنتم على موعد مع حلقة جديدة من برنامج من كل ميلة عائلة، اللي بيستضيف عائلات من كل المناطق اللبنانية، كلهم جايين بكل روح رياضية حتى يتنافسوا، واللي بيجمع أكبر عدد من الأجوبة الصحيحة رح يربح جوائز حرزاني. خلينا نشوف هالمشهد من برنامج من كل ميلة عائلة. إذا شاب رح يلتقي بصبية مش شايفها ولا مرة بحياته، عن شو ممكن يسأل غير شكلها؟ لألك علي. عمرة هات نشوف عمرة. أفضل جواب علي، بروح السؤال لإلكن لعائلة دبوس. فاطمة، إذا شاب راح يلتقي بصبية مش شايفها ولا مرة بحياته، عن شو ممكن يسأل غير شكلها؟ شو بتشتغل؟ منشوف شو بتشتغل؟ بدها تعاونوا لأ. برافو، عملها موجودة. ليس، إذا شاب راح يلتقي بصبية مش شايفها ولا مرة بحياته، عن شو ممكن يسأل غير شكلها؟ إذا عندها علاقات سابقة مع شباب أو شيء. علاقات سابقة؟ إيه علاقات، يعني عند... إذا مرتبطة، يعني إذا مرتبطة؟ أوكي، يعني مش علاقات سابقة أو مرتبطة. إذا مرتبطة، هات نشوف. إذا مرتبطة. إذا مرتبطة، موجودة. جينيفييف. إذا شاب رح يلتقي بصبية مش شايفها ولا مرة بحياته، يا جينيفييف، عن شو ممكن يسأل غير شكلها؟ ليس، شو سألك؟ غير شكلك، شكل اسم الله. شو سأل عنك أول شيء؟ هو ما سأل على العميانة فين؟ بس مفروض محل سكنة، وين ساكنة؟ وين سكنة؟ أوكي، لنشوف قد بيصرف بنزين بالراحة. هات نشوف. ما في، مش فرقانة معه. أوكي علي، إذا شاب رح يلتقي بصبية مش شايفها ولا مرة بحياته، عن شو ممكن يسأل غير شكلها؟ أهلها أصلا. عن أهلها. أهلا وسهلا، هات نشوف. موجودة. بعد في جوابين. فاطمة ركزي منيح، إذا شاب رح يلتقي بصبية مش شايفها ولا مرة بحياته، عن شو ممكن يسأل غير شكلها؟ أصدقاء. هات نشوف. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. مش موجودة للأسف. صار الليلة بعد الأخبار بننتقل مشاهدينا لمحبي المسلسلات الدرامية، ومع أحداث جديدة بالمسلسل الاجتماعي علاقات خاصة، اللي بعرفنا على خمس قصص مختلفة كلهم من واقع مجتمعنا، وبضم هالمسلسل عدد من أبرز نجوم الشاشة اللبنانية والعربية. ونشوف سوا هالمشهد من مسلسل علاقات خاصة، اللي بذكركم مشاهدينا عم بينعرض على شاشتنا من الاثنين للجمعة بعد الأخبار حوالي الساعة 9 على ربع المساء. وإذا ما عم تلحقوا تحضروا بهالوقت، فيكن تحضروا على راحتكن عبر ويب سايت لـ MTV أو عبر خدمة الوي بلاي. منشوف سوا هالمشهد من علاقات خاصة. أهلا بعد زمان مسيو جو. أنا صحيح أنت مدية أوامر للبهوات اللي برا إن لما جو روماني يجي هنا يتمنع من الدخول؟ شكلك كده كنت عارفة إني جاي. إحساسي قال لي إنك رح تجي اليوم. بعرف إنه قد ما بعدت مرجوع كلانتي. إحساسك غلط يا روحي، وعايشة في الوهم كمان. لكن ليه جاي اليوم؟ المسرحية السخيفة اللي انت عاملاها دي اللي ما بتخلص لازم توقفيها فورا. أي مسرحية؟ انت عارفة كويس أو أنا بتكلم على إيه؟ صدقني أنا ما عملت شي، أو فيك تقول لهلأ ما عملت شي. بقولك يا أمورة، عايزة تحربي حربي، بس في الوش، بلاش تطعني في الظهر. هو أنا بنت هفضل أعلم فيك لحد إمتى؟ حتى الحرب هعلمك تحربي إزاي. رح ناخذ وقفه قصيره هلا مشاهدينا، ومن بعدها منتابع سوا حلقتنا مع فقره بي بوزيتيف. ومثل ما خبركم اليوم الصبح موضوعنا كثير مهم، لانه بيحكي عن السوشيال ميديا وتاثيرها على صحتنا وعلى حالتنا النفسيه. هل وصلنا لمرحله الادمان على السوشيال ميديا، وكيف ممكن نسيطر عليها قبل ما هي تسيطر علينا؟ اسئله كثيره رح نطرحهم على ضيفتنا بعد لحظات، خليكم معنا.